تشارك دولة الكويت العالم اليوم الاحتفال باليوم العالمي للعمل الإنساني والذي يصادف 19 من أغسطس من كل عام. يأتي الاحتفال هذا العام تحت عنوان يد واحدة لا تصفق، والذي يشدد من خلاله على ضرورة تضافر الجهود مع ارتفاع الاحتياجات الإنسانية بشكل قياسي في جميع أنحاء العالم. 19 من أغسطس من كل عام هو اليوم الذي يستذكر فيه العالم مسيرة العمل الإنساني في بذل الخير والعطاء ورفع المعاناة ورسم الابتسامة على وجه المحتاجين. ذلك التاريخ الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2008 ليكون يوما عالميا للعمل الإنساني لزيادة الوعي بالأنشطة والمساعدات الإنسانية وأهمية التعاون الدولي وتكريم العاملين في هذا المجال. وفي هذا اليوم تفخر دولة الكويت قيادة وحكومة وشعبا بمواقفها الإنسانية المشرفة في مساندة دول العالم، فقد كانت ولا زالت رائدة في العمل الإنساني وفي طليعة الدول المقدمة للمساعدات الإنسانية والتنموية. وقد ظهر ذلك جليا في استضافتها لثلاثة مؤتمرات دولية للمانحين لدعم الوضع الإنساني في سوريا، كما داوت جراح العراق حين استضافت في عام 2018 مؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق، فيما لم يغب اليمن عن أجندة الكويت الإنسانية، ففي عام 2015 جاء تبرعها بمبلغ 100 مليون دولار لتخفيف المعاناة الإنسانية للشعب اليمني. وفي ظل تفشي أزمة كوفيد-19 التي اجتاحت العالم، سيرت دولة الكويت خطا جويا للعديد من الدول لتقديم المساعدات الطبية، كما ساهمت بدعم التحالف العالمي للقاحات وتحصين كوفاكس بمبلغ 40 مليون دولار. أما القضية الفلسطينية تظل على سلم أولويات العمل الإنساني الكويتي، ولعل آخر محطة مضيئة سجلتها دولة الكويت تقديمها مساعدات طبية عاجلة إلى مستشفيات قطاع غزة التي تواجه نقصا حادا في الأدوية والمعدات الطبية نتيجة العدوان الإسرائيلي الأخير. نهج العطاء الكويتي لم يقتصر على الجانب الرسمي، بل ساهمت المنظمات والهيئات الخيرية في دعم الفئات الضعيفة في كل مكان، حيث لم تنسى دولة الكويت اللاجئين والمنكوبين في مشارق الأرض ومغاربها، فمن الروهينجا جنوبا إلى أوكرانيا شمالا لا يتوقف قطار الخير الكويتي. وتتويجا للدور الإنساني الكبير الذي تقوم به دولة الكويت اختارتها الأمم المتحدة في يوم 9 سبتمبر عام 2014 مركزا للعمل الإنساني، وتسمية أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه قائدا للعمل الإنساني. ومنذ تولي حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه مقاليد الحكم، وتزكية سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله عام 2020، أضفت المساعدات الإنسانية الكويتية بعدا ملموسا وأكثر إيجابية على العمل الإنساني العالمي، وتوسع نشاطها وازداد حجمها بشكل ملحوظ إلى مختلف أنحاء العالم.